لمن يحب التبحر في دلالات الآيات القرآنية وأن يلامس روحها ويكون قادر على التعامل مع إسقاطاتها على أرض الواقع، فلا بد له أن يمر بجملة قراءاته برسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي، والذي يعتبر أحد أهم مجددي الفكر الإسلامي في تركيا منذ عهد أتاتورك. في كليات رسائل النور المكونة من 10 أجزاء ستجد ملخصاً لكل ما استلهمه بديع الزمان النورسي عن القرآن من خلال تأملاته وبحثه وقراءته. هذه الكتب كانت بمثابة مقاومة فكرية في زمن عصيب، حيث ألفها النورسي بقصد إنقاذ إيمان الناس في ذلك الزمن. وبالفعل استطاعت رسائل النور أن تحيي معاني القرآن في العقول والنفوس والأرواح. من عظم رسائل النور وأهميتها ما زال تأثيرها سارياً في تركيا وخارجها حتى الآن، وتعتبر كثير من التيارات الإسلامية الموجودة في تركيا حالياً هي امتداد للشرارة الأولى، شرارة بديع الزمان سعيد النورسي. طبعاً لا تخافوا من كلمة 10 أجزاء، فالجميل في هذه الكتب أنه يمكن للمختص وغير المختص أن يعود لها في أي وقت ولأي جزء منها حتى لو لم يطلع على بقية الأجزاء. لمن يحب أن يحصل على مجموعة كتب بديع الزمان النورسي بطبعته الحديثة، فيمكنه زيارة موقع دار النشر suzlar.com.tr. طبعاً الجميل في هذه الطبعة الحديثة أنه يوجد في كل صفحة باركود، ومن خلال تسجيل هذا الباركود على الهاتف يمكنك أن تستمع للصفحة صوتياً. من مقولات بديع الزمان النورسي التي تلخص نظرته للقرآن وعلاقته بالإنسان أنه يقول: هو للإنسان، كما أنه كتاب شريعة كذلك هو كتاب حكمة، وكما أنه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر، وكما أنه كتاب واحد لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاجات الإنسان المعنوية، كذلك هو كمنزل مقدس مشحون بالكتب والرسائل.